بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الصباح تفاجأنا بهذا الفعل الشنيع، هذا الفعل الإجرامي إن صح التعبير، اللي قامت به واحد الشرذمة ديال الناس لا أعلم الخلفية ديالهم، ولكن يعني أن الإنسان أنه يوصل أنه يخرب الممتلكات الجماعية، هذا عمل غير مقبول، عمل لن تسكت عليه الجماعة. وبالتالي فاحنا راه خبرنا الشرطه، وكاين هالملعب راه مزود بالكاميرات وتسجيل راه سلمناه الشرطه، اللي قامت اللي كنشكروها من هذا المنبر لانه لبت النداء بسرعه وقامت يعني بالخدمه ديالها. نتمنى انهم يتصلوا للجونات، هذا يعني لابد ان يعني يتضرب بيد من حديد هذه المساله هذه، لانه الجماعه لن تسكت على هذا الفعل. نحن على أبواب شهر رمضان الكريم، شهر التسامح، شهر الرياضة، شهر الغفران، وكنتفاجئوا أن الناس كيجيو كيحرقوا لك الملعب، والجماعة كان يعني كانت على أبواب أنها تنظم دوري لرمضان لتنشيط هذا الملعب، ملاعب القرب اللي في الأصل ديالها هي ملاعب ديال الساكنة ديال المجتمع المدني، وأن الإنسان يوصل أنه يخرب لك هذا الشيء أنا كيبان لي بأنه يعني مسألة غير مقبولة لا يقبله العقل. ونتمنى ان القانون ياخذ المجرى ديالو ان شاء الله في هذا النزيل هذه. شكرا. السلام عليكم. كنتفاجئوا هذا الصباح بهذا العمل التخريبي اللي وقع في ملعب القرب ديال اسكا، اللي بعض الشبان انهم دخلوا بقوه قاموا بكسر ديال السياج الحديدي، وجابوا معهم واحد جوج العجلات جوج روايد وشعلوا العافيه وسط التيران كما كتشوفوا. وهذا العمل التخريبي حنا كمصلحه الشؤون القانونيه راه درنا العمل ديالنا، بلغنا البوليس وداروا جميع الاجراءات القانونيه بقصد متابعه الجونات، لانهم العمل البوليس لانه غيدير الخدمه ديالو، وراه دارت المعاينه بالفعل وتخذوا البصمات وتخذوا جميع الاجراءات اللي ممكن انهم يتخذوا، وكذلك بانه راه كاين الفيديو اللي كاين ديال العين المكان، لانه تصوروا الاشخاص اللي داروا، لان كاينه كاميرا في الملعب، لان الملعب مزود بالكاميرا وتم التسجيل ديالهم. وكجماعه حنا راه ما غنسكتوش على العمل التخريبي، لانه اولا قبل ما يمس الملك ديال الجماعه راه كيمس الملك اللي هو كيهتم به جميع المواطنين، لانه هاد التيرانات داروا لفائده الشباب وداروا باش انهم يلعبوا فيهم، وحنا راه جميع الاجراءات راه غنتبعوا من الاخر رمق، ما غاديش نسكتوا وغنتبعوا الجنات باقصى التهم ولا باقصى اللي ممكن انه باش، لانه هذا العمل التخريبي ما خصناش نسكتوا عليه سواء كجماعه وكذلك كمواطنين. وشكرا. حنا سيدي كنستنكروا هذا المشكل اللي وقع، نضنا مع الصباح لقينا الفاجعه ضرتنا في خاطرنا، الساكنه هي تالمات، واش غنقول لكم كنتمنى الله يهدي هاد الناس اللي داروا هاد الحاله، وهذا الشيء راه ما بغاش الاصلاح، ما بغينا نصلحوا والناس كيصلحوا وحنا كنجيو مثلا نخربوا، فين غنوصلوا بهذا الخير؟ حنا راه بغينا المدينه تنقى، الا كنا غنقيو واحد البلاصه وتوقع لها هذا المشكل يعني غنحبسوا النقا، وكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى الله يهدي هاد الشباب.